أكد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي أن علاقة العراق مع دول الجوار مبنية على أساس المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وذكر الكاظمي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الإيراني حسن روحاني أن هناك رابطة تاريخية بين العراق وإيران، ونحن اليوم أمام تحديات وباء كورونا وانهيار أسعار النفط. من جهته أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني جاهزية إيران للوقوف مع العراق لإرساء الاستقرار والأمن في المنطقة، مبينا أنه ناقش مع الكاظمي رفع التبادل التجاري إلى 20 مليار دولار سنوياً.